الآن ننتقل للمطلوب الثالث. المطلوب الثالث بحكي لنا جد سرعة الجسم عندما يكون تسارعه 8 متر لكل ثانية تربيع. أم معناها متر، أس معناها ثانية، تربيع هي وحدة قياس مين؟ التسارع. طيب أستاذ، هو الآن لما إجا بده يطلب مطلوبه إيش حكى لك؟ حكى لك سرعة الجسم، يعني بده V عند إيش؟ عند لحظة معينة. نتابع قراءة سؤالنا وعلى اتفاقنا، الحين بتكون اللحظة معلومة، الحين بتكون اللحظة شو مالها؟ مجهولة. هم بحكي لي عندما يكون تسارعه 8. إذا هون إيش مالها؟ لحظة مجهولة. إذا T اللي إحنا بنبحث عنها لازم إيش نعمل فيها؟ نسويها أو عفوا نوجدها. طيب الآن نقسم حل سؤالنا لخطوات. أول خطوة إيش بده؟ بده سرعة الجسم، فلا مباشرة بنروح نحكي له V of T اللي هي مين؟ S prime of T وتساوي شو مشتقة S؟ اللي هي 3 T تربيع ناقص 4 T زائد مين؟ زائد 4. طيب أستاذ الآن الخطوة الثانية بدك تلاقي V لهاللحظة المجهولة. طيب كيف نلاقيها؟ نستخدم المعلومة اللي حكى لي إياها، وأعطاني كلمة مفتاحية. شو حكى لي؟ عندما يكون تسارعه كم بيساوي؟ 8. وكأنه بيحكي لي بأنه A of T تساوي كم؟ 8. فالآن نيجي للفرع الثالث هون باللون الأسود، بنحكي له A of T اللي هي علاقة التسارع بدها تساوي V prime of T بدها تساوي. نيجي نرجع مشتق V، شو مشتقتها؟ 6T ناقص 4. لاحظ انها كم بتساوي؟ 6T ناقص 4. هو ايش حكى لي؟ حكى لي بانه التسارع A of T كم بيساوي؟ 8. فبنحكي له 8 بتساوي 6T ناقص 4. الان هون باللون الازرق نقول لي سالب 4 على الطرف الثاني، رح تلاحظ سالب 4 شو بتصير؟ زائد 4 8 12، اذا بتصير معنا 12 بتساوي 6T، اذا T بتساوي 12 على 6 2. إذا الزمن اللي هو طالبه أو اللي طالب السرعة عنده مين هو؟ الاثنين. كيف عرفنا أستاذ؟ من الكلمة المفتاحية اللي حكى لي إياها بأنه التسارع كم بيساوي؟ 8. إذا A of T كم بيساوي؟ 8. فالآن نرجع مباشرة نعود T داخل مين؟ داخل V، فكأنه بحكي لي بده V مين؟ V الاثنين. فالآن بتيجي بتعوض وين؟ علاقة V، فبتصير معك 3 ضرب بدل T كم بنعوض؟ 2 شو عليها؟ تربيع ناقص 4 ضرب 2 زائد مين؟ 4. وبنلاحظ انها راح تساوي 2 تربيع 4 3 12، 4 ب 2 8، 12 ناقص 8 4 و 4 بيطلع 8 متر لكل ثانية. ومصادفة طلع معنا التسارع نفسه مين؟ السرعة عند هاي اللحظة. فإحنا ننتبه بتطبيقنا الفيزيائي أو التطبيق على اشتقاق الفيزيائي إنه دائما يا اللحظة معلومة يا اللحظة مجهولة. والآن ننتقل لنفس السؤال للمطلوب الرابع. لا بالمطلوب الرابع بحكي لي جد تسارع الجسم عندما تكون سرعته اللحظية 4 متر لكل ثانية. يعني بين قوسين هون إيش هو المطلوب؟ بده التسارع، بده إيه؟ عند لحظة معينة، لحظة مجهولة، عندما تكون سرعة اللحظية كم قيمتها؟ 4. يعني لما V of T كم بتساوي؟ 4. إذا الآن نقسم سؤالنا، أول خطوة شو بنروح نعمل؟ بنلاقي A of T لأنه هو بده تسارع للجسم. فالآن بيجي بنحكي له A of T بدها تساوي V prime of T وتساوي بالمطلوب اللي قبليه لقينا قيمة التسارع، لو اشتقينا أول مرة 3T تربيع ناقص 4T زائد 4. طيب لو رجعنا اشتقينا مرة ثانية بتصير 6T ناقص كم؟ ناقص 4. فالآن A of T ايش بتساوي؟ 6T ناقص كم؟ 4. طيب الخطوة الثانية شو بده هو؟ بده A للحظة معينة. الخطوة الثالثة بدنا نجيب مين؟ اللحظة المعينة اللي احنا بنتعامل معها. هو بده متى؟ لما السرعة اللحظية اللي هي V of T، وإحنا عرفنا بأنه V of T لو اشتقينا إيش تتعطينا؟ 3T تربيع ناقص 4T
زائد 4. بدي اسويها مين؟ بالأربعة. فالآن نيجي هون مباشرة نحكي له 3 تي تربيع ناقص 4 تي زائد 4 بتساوي يا أستاذ كم؟ 4. فالآن من الطرفين عندك كون 4 وعندك كون 4، شو بصير فيهم؟ بيختصروا. فإذا مباشرة شو بتستنتج؟ بتستنتج بأنه 3 تي تربيع ناقص 4 تي بتساوي كم؟ 0. طيب الآن خذ لي تي عامل مشترك، شو بضل معك؟ 3 تي ناقص 4 كلها بتساوي كم؟ 0. إذا من هون رايحين نستنتج عندي قيمتين لتي، إذا عندي لحظتين السرعة عندهم كم بتكون؟ 4. طب شو السبب أستاذ؟ السبب إنه أنت بتلاحظ على علاقة أس أصلا اقتران تكعيبي، والاقتران التكعيبي احنا بنعرف إنه كيف بيجي منها هيك، ممكن يكون مثلا زي الإكس تكعيب، كيف بنرسمه؟ كانوا زمان يحكوا له مثلا زي الكرسي. فبالتالي انه سرعتك 4 بتكون باكثر من منطقه واكثر من طريقه، لانه الكيرف المنحنى نفسه احنا مش متنبئين في شكله. فالان من هون رايحين نستنتج بينهم من تي هون اللي طلعناها عامل مشترك انه تي بتساوي 0 او تي بتساوي. الان 3 تي ناقص 4 ساوي لي اياها بالصفر، ودي ال 4 هناك، تستنتج بانه تي كم بتساوي؟ 4 على 3. أو تي بتساوي كم؟ 4 على 3. إذا كم لحظة عندي سرعة الجسم؟ بتساوي 4 لحظتين، يا إما تي بتساوي 0 يا إما تي كم بتساوي؟ 4 على 3. الآن بدنا نيجي لمين؟ لإيه؟ بدنا نوجد التسارع. طيب لحتى نلاقي هذا التسارع في عندي لحظتين، أي لحظة بدي أعوض يا أستاذ؟ أستاذ لما تي بتساوي 0 كل شيء عندك بيكون ابتدائي، وانا كواضع سؤال هل حكيت لك بدي تسارع ابتدائي؟ لا، حكيت لك التسارع بشكل مبهم، سكتت. يعني بين قوسين لما تي بتساوي صفر هي لحظه مشهوره، يعني زي لما عندك انت بدك تقذف كره، عندك عند اللحظه هاي تي بتساوي كم؟ صفر، اللي هي اللحظه الابتدائيه، عندها السرعه الابتدائيه اللي انطلق فيها الجسم، عندها كذا، كل شيء شو ماله ابتدائي. اذا مين راح نيجي نختار بالتعويض؟ الأربعة على 3، وراح نستنتج الآن استنتاج بسيط جدا. إذا بده A مين؟ A الأربعة على 3. وين راح تعوضها؟ بعلاقة F، راح تصير معك 6 ضرب 4 على 3 ناقص 4 وتساوي. الآن الستة مع الثلاث كم تختصر؟ باثنين، اثنين بأربعة 8 ناقص 4 4، فراح نلاحظ إنه التسارع كم بيساوي؟ 4 متر لكل ثانية تربيع. طيب استاذ لو اجينا هون بوكس صغير، اجينا نعوض قيمه تي بتساوي كم؟ صفر، شو راح يصير معنا؟ سؤالي حكى سرعه بتساوي 4، وانت حكيت لي لحظه مشهوره ابتدائي، وانا ما سالتك تسارع ابتدائي. انا راح اجي احكي لك سر بسيط جدا، انه انت لما بدك تعوض تي تساوي صفر راح تصير معك اي الصفر تساوي، ارجع لي علاقة A، A of T هون هي 6 T ناقص 4، 6 في 0 0 ناقص 4 سالب 4، فراح تلاحظوا كم بعطيك؟ سالب 4 متر لكل ثانية تربيع. لاحظ أعطاك نفس الجواب ولا مش نفس الجواب؟ أعطاك نفس الجواب. طيب بس إيش اختلف؟ اختلف بالإشارة. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنا راح أحكي لك ماذا يعني هذا الكلام برسمة صغيرة جدا، بعدها بننطلق لمثال اقوى ونحاول نفهم شو يعني سكون لحظي، شو يعني اقصى سرعه، شو يعني كذا. هذا كله الان بدنا نفسره، نتمنى تكون هي جزئيات واضحه. الان بهذا الشكل لو نظرنا بانه في عندنا كره قذفناها، حكينا هاي الموقع A وهذا الموقع B وهذا الموقع مين؟ C. وبدي اجي انا اضافه اعمل لك من هون ارتفاع من عندي، بدي اسمي هذا الارتفاع دي، ونوضح اشياء معينه. الان هذا الارتفاع اللي اسمه دي، الجسم لما بده يجي ينطلق بده يكون في له سرعه ابتدائيه ايش نسميها؟ في 1. متى هاي في بتكون؟ عندما تي بتساوي كم؟ صفر. ونتخيل هذا الخط اللي احنا شايفينه، هذا هو سطح الارض. طيب الآن الجسم لما بده ينقذف
من الطبيعي جدا انه بده يقاوم الجاذبيه. شو بده يعمل؟ بده يقاوم الجاذبيه، فبالتالي سرعته بتكون قاعده بتزيد ولا قاعده بتقل. بالمناسبه مش رح تختلف معنا نهائيا للي بدنا نفهمه من الرسمه. احنا الجسم وهو طالع عند هذا الارتفاع دي بده يكون في له سرعه، ايش بنسميها؟ في عند الارتفاع دي. بده يوصل اقصى ارتفاع هون، اقصى ارتفاع، بحيث عند اقصى ارتفاع هون في كم بتساوي؟ صفر. وهو راجع راح يرجع هون راح يكون له كمان سرعه عند الارتفاع دي. هذول السرعتين اللي احنا شايفينهم واحدة منهم بدها تكون سالب لمين؟ للثانية. ليش؟ لأنه حركة جسيمنا جاي منحنى، وإحنا قبل شوي المثال اللي تعاملنا معه كان منحنى تكعيبي، ممكن هاي يكون على جهة الإكس السالب، ممكن يكون على جهة الإكس الموجب، هذا بيختلف معنا بالجواب. فبالتالي أحيانا كلمة مفتاحية ممكن يكون عندي إيش؟ لحظتين. ممكن إيش يكون عندي؟ لحظتين، زي ما صار معنا قبل شوي، اللحظة اللي انطلق بيها ولحظة معينة وصلها اللي هي كانت 4 على 3 أعطى نفس قيم التسارع، ولكن واحدة إيش كانت؟ سالب لمين؟ للثانية. فنكون إحنا ملتزمين ونقرأ سؤالنا جيداً، لأنه كان بده تي تساوي صفر كان حكى لي تسارع ابتدائي، ولكن هو ما حكى بالسؤال تسارع ابتدائي. الآن ننتقل للمثال اللي بعديه. صفر. الآن هذا المثال بحكي لي يتحرك جسم وفق العلاقة S of T تساوي T تكعيب. طبعا T هو الزمن زي ما تعودنا، أكبر من أو يساوي صفر، و S هو موقع الجسيم. إذا كانت سرعته المتوسطة في الفترة من صفر إلى A تساوي سرعته اللحظية. طيب سرعته اللحظية أمور بسيطة جدا أستاذ، إحنا حكينا بأنه V of T اللي إحنا بنتعامل معها مين هي؟ هي S prime of T. طيب S برايم أعطاني اللحظة، نعم حكالي عندما T بتساوي كم؟ 2. إذا S برايم للاثنين بدها تساوي إشي اسمه إيش؟ سرعة متوسطة. طيب أستاذ أنت زمان بالمدرسة كان في بآخر كل سنة في وحش كبير مخيف اللي هو معدلك، كيف كنت تحسبه؟ كنت تجمع كل العلامات وتقسم على مين؟ على عددهم، يعني بين قوسين في عندك بسط على مقام. طيب للتوضيح أكثر، الآن لو اجيت حكيت لك هاي عندي أرض وعليها صندوق خشبي، تمام؟ وعندي هون نقطة أصل، تمام؟ دائما احنا موقع الجسم بشكل عام على المحاور على مستوى الديكارتي ايش بنسميه؟ اكس واي، يعني رح ناخذ اكس، فرح نيجي هون نحكي لك بانه اكس هون كم قيمتها؟ صفر، اللي هي نقطة المرجع. عند هاي المنطقة قيمة اكس خذ لي اياها بتساوي واحد. طيب اجا، واحنا العرب دائما نحبش نشوف اشي ظابط، في عندي صندوق خشبي بيجي كل واحد بيلعب لي فيه شوي هيك بحرك لي اياه. اجا مثلا شخص معين حرك هذا الصندوق، فالصندوق تحرك بده يوصل موقع ثاني. الان لما بده يوصل موقع ثاني هون راح تصير قيمه اخرى لاكس، اكس كم بدها تساوي؟ مثلا خلينا ناخذها بتساوي كم؟ 4. فالآن تغير هذا الموقع مع تغير الزمن، وخلينا نتخيل بأنه الصندوق تحرك خلال 3 ثواني، يعني تي كم بتساوي؟ 3. إذا اللحظة الأولى مكان ما كان الصندوق في عندك تي 1 كم بتساوي؟ 0، اللي هي أول ما أنت انطلقت. الآن في عندك تي 2، تي 2 كم بتساوي؟ 3، اللي هي الزمن مين؟ الكلي. إذا هون احنا راح نشتغل الشغل على ايش؟ على فترة، بالاعتماد على نقطتين، بالاقترانات بسموه معدل تغير، مش زي المشتقة عند لحظة، المشتقة ما بهمها أنت وين كنت، ولا بهمها قد ما بهمها إنه وين أنت الآن، يعني هي قاعدة تشتق عند اللحظة هاي، لهيك احنا بنستخدم مصطلح عندما أو عند، يعني لاحظ أسئلة الاشتقاق لا تخلو من كلمة عندما أو عند. فيا أستاذ الله يرضى عليك دائما كلمة عندما أو عند هي اللحظة أو هي القيمة المطلوبة الاشتقاق عندها، يعني أنت بتشتق لعدد مش بشكل عام. فالآن نرجع لموضوع السرعة المتوسطة. الآن بيعرفوا سرعة الجسم هي يعني اللي هي معدل تغير الموقع. أوه شو هالعجقة هي اللي قاعد تحكي لي؟ أستاذ أنت موقعك الأولاني أنا هون، ها؟ تحركت لموقع ثاني
والزمن قاعد بتغير، فأنا تغير موقعي لو بتقسمه على الزمن راح يعطيني متوسط سرعتي اللي هي السرعة المتوسطة. إذا في عندنا V of T أخرى اللي هي إيش نيجي نسميها؟ دلتا V جدها تساوي X2 اللي هي موقعك النهائي ناقص موقعك الابتدائي اللي هو X1 على T2 ناقص T1 اللي هو بيشبه قانون الميل زمان للخط المستقيم. وفي خط مستقيم نسميه قاطع، حكينا عنه قبل هالمرة، بقطع الاقتران في نقطتين. رح لاحظ بالدرس الثاني هذا الكلام له معنى، رح نسميه معدل تغير الشيء. فالآن X2 كم قيمتها؟ 4 موقعك الثاني ناقص موقعك الأول 1 كم تتعطيك بالبسط؟ 3 على الزمن كم؟ 3 3 على 3 1، إذا سرعتك كم؟ 1. هذا مثال هيك حياتي من عندنا. طيب نرجع لسؤالنا. الآن في سؤالنا إيش حكى لك؟ حكى لك السرعة المتوسطة على أي فترة من صفر إلى A. إذا في عندك قيمتين للزمن، عندك قيمة ابتدائية وعندك قيمة نهائية. إذا الصفر زمنك اللي بلشت فيه الحركة اسمه T1، و A إيش اسمه؟ T2. إذا الآن لحتى ننظم أمورنا رح نيجي بالخطوة الأولى إيش نعمل؟ نلاقي السرعة المتوسطة اللي هي دلتا V على أي فترة من صفر إلى A. راح نلاحظ انها راح تعطينا موقعك النهائي، يعني تعويض الزمن النهائي بأس. مين راح تروح تعوض؟ A يعوضها بأس، A تكعيب ناقص موقع زمنك الابتدائي اللي هو الصفر، صفر تكعيب صفر، الكل عارف. الآن T2 ناقص T1 اللي هي A ناقص صفر، إذا هاي اللي إحنا أوجدناها هون هاي مين هي؟ السرعة المتوسطة في الفترة من صفر إلى A. السرعة المتوسطة في الفترة من صفر إلى A. طيب نيجي الآن رقم اثنين. هون رقم اثنين إيش بدنا إحنا؟ إن سرعة أخرى إحنا بنعرفها من المشتقة بينها لحظة معينة عندما تي كم بتساوي؟ بتساوي 2، يعني عندما تي تساوي 2. فالآن إحنا إيش بدنا؟ بدنا S برايم لمين؟ للاثنين. وتساوي الآن صار عندك خبرة بالاشتقاق، S برايم أوف تي بشكل عام كم بدها تساوي؟ نيجي هون مثلا نوجدها S برايم أوف تي اللي هي V أوف تي، اشتق شو مشتقة التي؟ تكعيب 3 تي تربيع، ولا في اسهل من هيك. الان لما بدك تيجي تعوض اس برايم للاثنين اللي هي في الاثنين، 2 تربيع 4 3 12، اذا كم تتساوي؟ 12. الخطوه الثالثه ايش هو حكى لي في السؤال؟ حكى لي السرعه المتوسطه هاي الفتره اللي انت عوضتها بالقانون هذا اللي هي بسط على مقام معدل تغير بدها تساوي السرعه اللحظيه اللي هي مشتقه اس عند اللحظه اللي اعطاك اياها اللي هي الاثنين، طلعت معنا 12. شو مالهم؟ متساويات. بمعنى آخر A تكعيب ناقص صفر A تكعيب، هاي أحلى A تكعيب، على A ناقص صفر A بدها تساوي السرعة اللحظية كم أعطت؟ 12. الآن A تكعيب مع A شو بدها تعطينا؟ A تربيع بدها تساوي 12. نأخذ جذر الطرفين فراح نلاحظ بأنه A بدها تساوي موجب سالب جذر مين؟ جذر 12 اللي هي بتساوي موجب سالب 2 جذر 3 اللي هي موجب سالب 2 جذر 3. شو الوحدة؟ فش وحدة قياس؟ ايه ثابت مجهول رقم انتبه. طيب استاذ طلع معك قيمتين، لانه لما بناخذ جذر لاي شيء بنفترض انه مربعا كاملا، مع انه 12 ليس مربعا كاملا، بس عشان اقرب لك الفكره ايش بدك تاخذ؟ الخيار الموجب والخيار السالب. فانت هو انا هون ايش حكيت لك؟ جد قيمه A، بس ما حكيت لك انها اكبر من صفر او اقل من صفر، فبتعتمدهم مين؟ الثنتين. فمثلا لو حكيت لك بانه A اقل من صفر، فورا بتروح بكل عين قويه بتحكي لي بانه A استاذ بتساوي سالب 2 جذر 3. طب استاذ جذر ال 12 كيف صار 2 جذر 3؟ بحسبة رياضية بسيطة جدا، وهذا الشيء مهم جدا لأسئلة تضع دائرة انه حين تتوسط الجواب، هذا الكلام تعتمد الوزارة طبعا، بأنه احنا عندنا جذر
ال 12 بيساوي جذر 12 مين هي؟ 4 ضرب 3. طلع لي الأربعة لبرا وخذ لها جذر، جذر الأربعة 2 إذا بتعطيك 2 جذر الثلاث طبعا بالخيار موجب سالب. تمام؟ إيش اللي صار؟ إنه جوا حولت 12 لشغلتين مضروبات ببعض، قدرت آخذ جذر شغلة. وإذا إحنا زي ما بنعرف إنه الجذور بتتوزع على مين؟ بتتوزع على الأطراف. إذا إحنا ننتبه في عندنا سرعتين بالمادة، سرعة متوسطة، سرعة شمالها لحظية. وبالمقابل عندي تسارع لحظي وعندي تسارع متوسط. طبعا التسارع المتوسط اللي هو دلتا في على دلتا تي، الاثنين ايش بيهمهم؟ دلتا تغير على فتره، هاي بهمه بس لحظه. اذا احنا مشتق عند ايش؟ عند لحظه. الان ننتقل للمثال اللي بعده. الان هذا المثال بيحكي لي يتحرك جسم وفق العلاقه التاليه، اس اوف تي تساوي 6 تي تربيع ناقص تي تكعيب جد قيم تي. اذا مين بده هون؟ الزمن، هون الزمن مجهول، التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي. اوكي استاذ، الكلمات المفتاحية شو حاكي لك عن السكون اللحظي؟ يعني في اوف تي كان يساوي لي مين؟ بالصفر. فالان هون الخطوة الاولى بتلاقي لي في اوف تي اللي هي نفسها مين؟ اس برايم اوف تي، راح تلاحظ انها راح تساوي. الان اشتق لي اس، شو مشتقت اس؟ 2 ب 6 12 تي، هاي 12 تي ناقص شو مشتقة التي تكعيب؟ 3 تي تربيع. طيب استاذ، الان الخطوة الثانية شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نبدل في اوف تي مين؟ بالصفر. فرح تصير معك 12 تي ناقص 3 تي تربيع كم تساوي؟ صفر. يعني السالب 3 تي تربيع زائد مين؟ 12 تي يساوي لي اياها مين؟ بالصفر. تيجي الان هاي عبارة شو مالها؟ تربيعية، لكن شو ماله؟ ما فيها الحد الثابت انك تحللها لقوسين. هون بدك تاخذ عامل مشترك، خذ لي سالب 3 تي عامل مشترك. شو بضل معه؟ سالب 3 تي اخذناها من هون شو بضل؟ تي، وهون اخذنا سالب ناقص 3 تي بتطلع شو بضل معي؟ 4. كلها هاي اللي انت شايفها مين تتساوي؟ بدها تساوي 0. اذا من هون قيم تي بنستنتج يا اما تي بتساوي 0، من هون سالب 3 تي لو عوضت بدل تي صفر كلها صفرت، ومن هون نستنتج بانه قيمه تي كم تساوي؟ 4. اذا كم قيمه لتي اللي عندهم الجسم بيكون فيه سكون لحظي؟ سكون لحظي يعني في اوف تي كلها كامله بدك تساوي لي مين؟ بالصفر. لاحظنا عندي لحظتين، يا اما تي تساوي صفر اللي هي متى؟ عند الانطلاق، لانه حكينا لما تي الزمن صفر هاي انت ايش مالك بدك تنطلق، ولما تي بتساوي كم؟ 4. طيب الان كلمه في اي اتجاه يتحرك الجسم بتعني اشاره في. كيف يعني اشاره في؟ تعال نحل السؤال انفهم. نيجي الان اول خطوه او قبل اول خطوه بحكي لك في اي اتجاه عندما تي بتساوي كم؟ 5. اذا الزمن شو ماله؟ معلوم. لحتى تحل السؤال اللي في اي اتجاه بتحرك الجسم طلع لي بدايه مين؟ في اوف تي، ومن الفرع السابق طلعناها كم كانت قيمه في اوف تي اللي هي سالب 3 تي تربيع زائد مين؟ 12 تي. الان ايش بحكي لك؟ عندما تي تساوي 5، يعني بين قوسين عوض اللحظه اللي هو اعطاك اياها في مين؟ في الخمسه. راح نلاحظ انها راح تساوي سالب 3 في 5 شو عليها؟ تربيع زائد 12 ضرب مين؟ ضرب 5. وتساوي 5 تربيع 25 بسالب 3 سالب 75 زائد 12 بخمسة 60. الآن 60 ناقص 75 سالب 15 متر لكل ثانية. هذا السالب يعني انه الجسم ايش؟ يتحرك نحو ايش؟ نحو اليسار، او نحو اكس مين؟ السالب، او نحو الاتجاه السالب، او نحو شمال جنوب شرق غرب. نحو ايش؟ نحو الغرب. يعني احنا لما نعتمد الاتجاهات بالعادة نعتمدهم بالشكل التالي، نحكي اكس موجب، او نحكي يمين، او نحكي شرق. ممكن نحكي اكس سالب، ممكن نحكي يسار، ممكن نحكي غرب. هون ممكن نحكي شمال،
هون ممكن نحكي واي موجب، هون ممكن نحكي ايش؟ اعلى. هون ممكن نحكي ايش؟ جنوب. ممكن نحكي واي سالب، ممكن نحكي ايش؟ اسفل، وهكذا. فبالتالي احنا طلع معانا هذا السالب، فاحنا ايش معناها؟ نعتمد كلمة يسار ادق. اذا في اي اتجاه يتحرك الجسم لازم نلاقي في للحظة اللي هو معطيني اياها، والاشارة بتعني وين بيتحرك. لو طلع موجب معناته انه يتحرك نحو اليمين، نحو مين؟ اليمين. الان ننتقل لهالجزئية المهمة جدا من درسنا، شيء اسمه ايش؟ الحركة التوافقية البسيطة. طيب استاذ، حتى نفهم الحركة التوافقية البسيطة بدنا نتفق على شغلة، انه احنا مادتنا بنتعامل مع انواع اقترانات، وسبق وذكرنا هذا الشيء. ممكن انت تتعامل مع كثير حدود، ممكن تتعامل مع نسبي بسط على مقام، ممكن تتعامل مع متشعب اكثر من قاعده، ممكن انك تتعامل مع الساين والكوساين، ممكن كذا بلا 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 الى اخره. فاحنا الحركه التوافقيه البسيطه بيكون عندي اس اوف تي اللي هو اقتران الموقع على الصيغتين التاليات، يا اما اس اوف تي اي ساين بي اوف تي، يا اما A كوساين B T. طيب كيف بدنا نفهم هذا الموضوع أستاذ؟ وهذا طبعا من الجزئيات اللي دفعتنا بالدرس، أنه نعكس بالدوسية ترتيب الوحدة، أنه يا أستاذ أنت بالدرس أعطاك مشتقة شو؟ الساين والكوساين، نستذكرهم هون شوي على جنب. أنه الآن لو عندك f of x بيساوي sin x فورا f برايم لل x، شو بتتساوي؟ شو مشتقة الساين؟ كوساين مثلا. لكن لو اجيت حكيت لك بانه عندك f of x بيساوي sin 2 X، كيف ممكن انك تشتقها؟ انتبه، الان في الجملة الاولى كان داخل الساين مين؟ X لوحدها، وهذا هو اللي حطلنا اياه في الدرس، اشتق ساين X كوساين X كوساين ساين X، وحطلنا بعض الاسئلة عليه. لكن لما يكون شيء غير X جوا، هذا الشيء دفعنا انه نطول الدرس ونكبره بالدوسية، ولكن بدون خوض بالتفاصيل، اعرف لي شغلة يا استاذ، احنا مين بدنا؟ بدنا F برايم لمين؟ لل X. عندك ساين او كوساين داخله شيء دائما مشتقة الداخل، شو مشتقة الاثنين اكس؟ اثنين ضرب مشتقة الخارج، مين اللي برا؟ الساين، شو مشتقة الساين؟ كوساين، والداخل اترك لي اياه شو ماله؟ زي ما هو. اذا لو اجينا حكينا لك بانه عندك جي اوف اكس بيساوي كوساين الواحد ناقص اكس، تفضل، هاي حطينا لك جوا الكوساين شيء غير اكس، مش اكس لوحدها. لاحظ بالصيغه هاي هون اللي جوا شو ماله؟ خطي. تخيل لي تي بدالها اكس مضروبه في شيء. طبعا اي وبي اعداد شو مالهم؟ حقيقيه. فانت حركه توافقيه بسيطه راح تكون على الصيغه انه عندك عدد مضروب في ساين، وداخل الساين مش اكس لوحدها يعني تي لوحدها، مضروبه في شيء خطي. طب كيف بدي اشتق؟ تشتق الداخل ضرب مشتقة الخارج الداخل كمان. يعني بمعنى اخر نشتق هاي الان، ها؟ جي برايم اوف اكس، طبعا قبل ما ناخذ مثال على حركة توافقية بسيطة. طبعا المعاني نفسها، انه الموقع ابتدائي بتسارع كذا، نفس الكلمات المفتاحية، ولكن ايش راح يختلف معنا؟ طريقة الاشتقاق، دائما عندك ساين او كوساين، يعني اي مثلثي، تان، كوتانجنت، سيكانت، كوسيكانت، كذا الى اخره، دائما مشتقة الداخل. ها؟ فهذا اشتق الداخل. مين الداخل عندي؟ واحد ناقص اكس، كيف تشتق أستاذ؟ سالب واحد مشتقتها. ضرب مشتقة الخارج، مين الخارج؟ كوساين، كيف تشتقه؟ سالب ساين. والداخل شو بتترك لي اياه؟ زي ما هو، اللي هو مين؟ واحد ناقص اكس. فراح تلاحظ سالب بسالب موجب، إذا أنت تعطينا مين؟ ساين الواحد ناقص اكس. طب شو اللي دفعنا انه ندرس الحركة التوافقية البسيطة؟ استاذ الان انت لو في عندك هون
سقف معين مثلا ورابط فيه حبل وفي عندك نابض وكتلة. الكتلة هاي لما بتتحرك بتثبت بمكان معين وتظل تتردد تتردد. طب لما يكون في عندي تردد، مصطلح تردد ايش بيعني؟ موجة. واذا بنلاحظ انه الساين والكوساين كيف رسماتهم؟ موجة صوت. يعني تخيلنا هاي القيمة باي اوفر 2 هي باي على 2 وهاي باي، وهاي هون مثلا 3 باي على 2، وهون هاي تخيلناها 2 باي. راح نلاحظ بانه الساين اكبر قيمة بياخذها واحد واقل قيمة سالب واحد. ورح نبقى نخصص فيديو لحاله لجدل لسؤال في الكتاب انه دائما الساين والكوساين جايات من السالب واحد والواحد. اهم شيء ما نبعدش الان عن موضوعنا. اكبر قيمة بيوصلها الجيب واحد، بعدين شو بنرجع بعمل؟ بنزل. بعدين بده يوصل اقل قيمة اللي هي سالب واحد، بعدين بنرجع. والله لو تخيلت لي في عندك مسار بالشكل التالي، شو بتلاحظ؟ بتلاحظ انه الجسم مرة بيصل واحد، برد برجع بنزل لعند الصفر، بعدين برد برجع لعند السالب واحد، بعد السالب واحد برد برجع بطلع لعند الصفر، بعد الصفر شو بتتوقع يعمل الجيب؟ يرجع يكرر نفسه عند الواحد، بعد الواحد رح يرد يرجع ينزل وهكذا. فهو تردد، موجة صوت. هون أشبه بهذا الشيء. أشبه بإيش؟ بهذا الشيء. رح تلاحظ الكتاب انه بيحكي لك في كتله مربوطه بنابض بكذا الى اخره. هذا الكلام لما نحل اسئله اتدرب واحل المسائل ومهارات التفكير العليا وكذا وكذا راح نحلهم بالتفصيل، وفي اشياء راح نعطيها بدل الحل حلين، بس هذا لانه اخر فيديو بالدرس نحاول نقتصد فيه شوي. طيب ناخذ مثال على الحركه التوافقيه البسيطه وبعديها نلتزم باسئله كتابنا وما نبعد عنه بالفيديوهات الجايه، مشان يكون الان الدرس كشرح غطينا باذن المولى عز وجل افكاره كاملة. عشان كمان ننبهكم متى بدك تستخدم تعريف المشتقة ومتى بدك تستخدم قواعد الاشتقاق عشان ما يروح لك علامات. الآن ننتقل للمثال. الآن بيحكي لي هون جسم يتحرك وفق العلاقة S of T جذر 3 sin T. لو اجينا للصيغه اس اوف تي لما تتعطي الساين لازم تداخل عدد اسمه بي مضروب مين بتي. طيب استاذ مشان نحل الجدليه وين المانع انه تكون قيمه بي واحد؟ واحد اضربها بتي شو بالضبط؟ تي. طب وقديش قيمه ايه العدد اللي هو جذر مين؟ جذر الثلاث. حيث تي زمن وين جاي؟ بين الصفر والباي. بالمناسبه السعيده تي هون رح نتعامل معها زاويه، رح نتعامل معها شو؟ زاوية. إذا بدنا نعرف باي ربع تكون واقعة واي كذا. الآن الفترة من صفر إلى باي الربعين الأول والثاني. لما نحكي لك من صفر إلى باي يعني قيم تي وين تكون؟ الربعين الأول والثاني. فالآن نيجي هون مباشرة، هون ايش بنلاقي الآن؟ سرعة الجسم. ايش بده؟ سرعة الجسم. اتفقنا عندنا نوعين من الأسئلة، يا أما اللحظة معلومة يا أما اللحظة مجهولة. إذا بده السرعة، إذا مين طالب هو بده في. بسيط أستاذ، بنلاقي مشتقة اس وهي في. لكن هون ايش حكى لي؟ عندما ينعدم تسارعه، هون لحظة مجهولة. لكن اعطاني معلومه عنها، شو يعني ينعدم؟ يعني صفر، شيء يساوي صفر، مين هو التسارع؟ يعني لما التسارع يساوي ايش؟ صفر. اذا نقسم سؤالنا A of T او بداية V of T نلاقيها اللي هي مين؟ اللي هي S prime of T وتساوي. نرجع لS، تشتق، شو مشتقة الساين؟ كوساين، مشتقة الداخل واحد، إذا رح تصير كوساين تي والعدد لما يكون مضروب في شيء من الاشتقاق شو بضل موجود؟ فإذا ايش رح يضل معنا؟ جذر الثلاث كوساين مين؟ كوساين تي. طيب، رقم اثنين شو بدنا نجيب؟ بدنا نجيب اللحظة اللي بدنا إياها، احنا بنبحث عن قيم تي الآن، لأنها مجهولة بالسؤال. فبنيجي الآن بنطلع مين؟ A of T. الآن V شو مشتقتها؟ نشتق مين هذا المقدار؟ إذا الآن بنقول له A of T بده يساوي جذر مين؟ جذر الثلاث ضرب شو مشتقة الكوساين؟ سالب ساين
تي. إذا A of T التسارع حكى لي إيش بده يصير فيه، بده ينعدم، إيش بده يساوي؟ صفر. إذا نيجي بنحكي له لما الصفر بتساوي سالب وسالب ضرب جذر الثلاث، سالب جذر الثلاث ساين تي. اقسم لي الطرفين على سالب جذر الثلاث، هون على سالب جذر الثلاث، هاي مع هاي بتطير. إذا من هون رايحين نستنتج بأنه ساين تي بتساوي كم؟ صفر. كم ساين تي بتساوي صفر؟ بين قوسين بدنا قيم تي وتي زاوية، بدنا الزوايا اللي لما نعوضها داخل الساين بتساوي كم؟ صفر. أستاذ أريحك، احنا لو اجينا بدنا نرسم منطقة الربع الأول والثاني اللي هي من الصفر للباي، هون مين؟ باي على 2. ليش؟ لأنه شرط علي قيم تي وين جاية؟ بين صفر وباي في الربع الأول والثاني. أستاذ الربع الأول الساين موجب وإله قيمة، في الربع الثاني الساين موجب وإله قيمة، احنا بدنا اياه ايش يصير فيه؟ يعطي صفر. متى بيعطي صفر؟ عند الصفر نفسها وعند مين؟ عند الباي. عند مين؟ عند الصفر وعند الباي. يعني بين قوسين قيم تي اللي احنا طالبينها يا اما تي بتساوي صفر اول ما ينطلق، يا اما تي كم تتساوي؟ باي. اذا مين القيم اللي احنا بنبحث عنها؟ الصفر والباي. واتفقنا بما انه ما حكى لي شيء ابتدائي لازم نعوض قيمه مين؟ قيمه الباي. فالان راح نرجع هون مباشره نمسك قيمة باي بنعوضها وين؟ داخل في، كأنه بحكي لي بده في مين؟ في الباي وتساوي نيجي لها. وين في اوف تي؟ هيها. إذا بدك تعوض وين؟ داخلها قيمة الباي. فالآن بنيجي مباشرة. وقبل هيك بنمسح هون وبنحكي له احنا بدنا في مين؟ في الباي. إذا من هون رايحين نستنتج هون هيك بانه في الباي بتساوي، بنرجع ل في اوف تي اللي هي جذر الثلاث ضرب كوساين باي، اللي هي جذر الثلاث ضرب كوساين الباي وتساوي جذر الثلاث ضرب كم قيمة كوساين الباي؟ سالب واحد اللي بتطلع سالب جذر الثلاث. شو وحدة قياس السرعة؟ متر لكل ثانية. ومباشرة استنتاج في الصفر اللي هي اللحظة الأولى ايش يعطي؟ سالبها عكس جوابها اللي راح تطلع كم؟ جذر الثلاث متر لكل ثانية. لهون بنتهي موضوع الدرس الأول بعنوان الاشتقاق، كانت أجزاءه طويلة جدا، وحنحاول بالأيام الجاية نوصل كل أفكار الدروس البقية فيديوهات أكثر، احنا قاعدين نحاول قد ما نقدر، لكن احنا نلم أفكار اللي نقدر للمنهاج وما نبعد عن اللي طالبينه بالمنهاج. بوصف هذا الفيديو راح يكون في تمارين من الدوسية على موضوع التطبيقات الفيزيائية، وراح أرجع لفيديوهات التطبيقات الهندسية الموجودات، راح كمان أحط أسئلة على التطبيقات الهندسية وأسئلة قابلية الاشتقاق وأسئلة الاتصال والاشتقاق وكذا 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 عشان نلم معرفة أكبر. الفيديوهات القادمة راح تكون حل تمارين الدرس الأول. زي ما بتعرفوا المنهاج القديم 30 درس، المنهاج الجديد 10 دروس، في الدرس له وزن كبير، له وزن إيش؟ كبير. وفقكم الله لكل ما يحب ويرضى، وأي استفسارات شوفها منكم وين؟ في التعليقات. يعطيكم العافية.